طبعا انا بعد ما شفت الصوره اللي انا شفتها بتاعه الاختبارات دي، كان لازم انزل بنفسي، كان لازم اشوف انا الاختبارات ماشيه ازاي، اشوف الدنيا عامله ايه. طبعا اكتر حد بيبقى صادق في الحاجات دي، طبعا في ناس كتير صادقه، بس اكتر حد بيبقى صادق في الحاجات دي هي شركه جرينت فاي. لما اسمها بيتحط في اي حاجه الموضوع بيبقى مختلف، الموضوع بيبقى فيه اهتمام. يعني وانت داخل من على الباب بتسحب استماره، بتخش يتعلم على الشورت بتاعك يتحط رقم، وتستلم الكيو ار كود بتاعك. مفيش حته اللي هي بقى وسايط او ده ابن كذا او ده اسمه كذا، حتى ما بيندوش باسامي، هو بيتنده بالكيو ار كود بتاعه او بالحرف والرقم اللي هو واخده. عن اختبارات كتير قوي اولياء الامور دايما بيبقوا واقفين ورا السور. يعني طيب ايه اللي لفت انتباهك النهارده في الاختبارات؟ اللي هنا عليك ايه اللي ملفت فيها؟ ان دي ادتني ثقه اول ما نزلت الملعب، في مدربين كتير بيبص علينا، المدرب بيبقى معايا جوه الملعب وبره الملعب، عكس كان اماكن كتير رحناها. ان شاء الله يوم 4/7 بعد العيد الاختبارات مستمره لحد اسبوعين بعد العيد، وبعد كده خلاص هيتم بقى التواصل مع الناس اللي اتقبلت والدنيا تمام، وينزلوا تمرين مع الفريق يوم 4/7 في نادي السكه الحديد. وما تنساش تحمل تطبيق جرينت فاي. ما تنساش تحمل التطبيق، نسيت اقول لكم ما تنسوش تحملوا التطبيق. خلصت ومشيت ونسيت اقول لكم ما تنسوش تحملوا الابلكيشن. يا جماعه ما تنسوش تحملوا التطبيق. الابلكيشن هو التطبيق، يعني الاثنين واحد، حملوه. استناكم. ما تنسوش تحملوا التطبيق. يا جماعه ما تنسوش تنزلوا التطبيق. طبعا انتوا عارفين انا هقول ايه. ما تنسوش بقى.